طبعا احنا طول رمضان ارتبطنا بقى بمسلسلات كتير جدا وباحداث كتير جدا وبنجوم كتير جدا يا مصطفى. طبعا وخلاص كانت الحلقات الاخيره من مسلسلات رمضان، الحقيقه كان في احداث مشوقه جدا، يمكن احداث في البعض كان متوقعها لبعض الاعمال، وفي بعض الاعمال الاخرى ما كانتش متوقعه. في اعمال كتير جدا كانت الاعمال الوطنيه او الاجتماعيه او الكوميديه، وكمان اللي فاتوا حلقات امبارح يقدر يتابع معانا ملخص لاهم احداث الحلقات الاخيره. اتفق معك جدا ان احنا هم هيوحشونا يا جمانة، وان كل الابطال اللي فضلوا في الذاكره يعني البصريه بتاعتنا لمده شهر كامل صحيح هنفتقدهم جدا. طبعا جعفر العمده صفصف، لا صفصف توحشني جدا، فنانة طبعا خطيره خطيره فعلا، منى زكي طبعا وتمثيلها وقضيتها اللي اعتقد ان هي سلطت الضوء على موضوع هينضم زي ما قلنا لعدد كبير من الافلام اللي ممكن تغير قوانين، زي الشقه من حق الزوجه، زي اريد حلا، زي جعلوني مجرما، اسف ارفض الطلاق، وكتير افلام كتير قوي الحقيقه. وكانت مؤخرا او اخرهم 6 7 8 كمان كان بيتكلم عن ظاهره التحرش. صحيح. فيعني انا شايفه انه الاعمال الفنيه ايا كان بقى دراما سينما ايا كان، انا شايفه ان هي لازم يكون ليها هدف، لازم يكون ليها قضية بتتكلم عنها، حتى لو هنتكلم على التسلية أو الانترتينمنت أو حتى الكوميديا. صحيح. تقدر تناقش قضية بعينها. كان محمد هنيدي كان ليه على فكرة أفلام كوميدي كتير، مثلا على سبيل المثال كان ليه أفلام كوميدي كتير بتناقش قضايا مهمة جدا. مش معنى أن أنا بعمل حاجة خفيفة أو حاجة لايت أن هي تكون مسفة. صحيح تماما، في فرق كبير بين الاثنين. فأنا شايفة أنه اللي بيحصل مؤخرا الحقيقة على الساحة الفنية عندنا مهم جدا ولافت للانتباه بشكل كبير جدا، لانه بيعالج قضايا مهمه. وحتى لو فكره الـ الاعمال الكوميديه او الاعمال الخفيفه، التسليه في حد ذاتها يا مصطفى على فكره مهمه جدا، مهمه جدا. لا وبتوصل اكتر يعني بشكل عام الرساله اللي صاحب العمل عايز يوصلها. صحيح. صحيح. على اي حال خلينا نشوف ملخص لاهم احداث الحلقات ال 30، وهيوحشنا التقرير ده بصراحه ان احنا نشوفه. خلينا نشوف. الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان امبارح شهدت أحداث مشوقة. البداية من مسلسل حرب، قوات الأمن هجمت الشقة اللي الظافر كان بيعتبرها مكانه الآمن، ووجد الضابط عمر خطة هدم المعبد اللي الظافر عايز ينفذها، واكتشف إنه بيستهدف 5 أماكن مهمة في القاهرة، منها المتحف المصري والمطار وبرج القاهرة، وهيعلن الظافر دولة الخلافة في نشرة الأخبار من ماسبيرو. الضابط عمر والضابط شريف انتقلوا بسرعة لمبنى ماسبيرو وقدروا إنهم يوصلوا للظافر، وتم قتله على إيد الضابط عمر. وقتلهم كلهم، يلا اثبت يا عثمان. كمان شهدت الحلقة إنقاذ قوت القلوب أو هالة فاخر للأميرة أحلام، علشان تستيقظ من لعنة النوم اللي تسببت فيها العرافة أم العريف عن طريق الخطأ. المهم إن أنت كويسة. جهلان حبيبي. أحلام، أحلام حبيبتي. اللي حصل؟ اللي حصل لا يتقال ولا يتحكي. ازيك يا نموستي؟ انا زي الحديد. وايه اللي في ايده ده؟ ده طمعان، سليمه عملت الواجب وحولته لجدي صغير حرفيا. في الحلقه 15 والاخيره من مسلسل تحت الوصايه بطوله منى زكي، المحكمه حكمت على حنان بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ، وصالح اودياب راجع نفسه مره ثانيه ووعد حنان بانه هيهتم بكل امور ولادها وهيكون حريص على ان ياسين يروح المدرسه مره ثانيه. اعمل ايه يا ياسين؟ زي معاكي. استنى بس يا حبيبي، مش هينفع. لا هينفع، مش هيبقى ابويا وامي. اسمعني يا حبيبي اسمعني، حتى لو هما وافقوا انا مش هعرف انك تيجي، اختك محتاجه لك، انت دلوقتي هتبقى اخوها وابوها وامها، فهمني؟ في الحلقه الاخيره من مسلسل عمله نادره بطوله نيلي كريم، نادره راحت لعبد الجبار او جمال سليمان في بيته وتوسلت ليه وباست على ايده علشان يفك الحصار عن اهل النجع، فوافق عبد الجبار واتصل برجالته وامرهم بفك الحصار، ونادره طلعت لغرفتها واحتضنت ابنها. المكان اللي دفنت فيه اخوك وقتيها زعلت عليه، لكن دلوقتي لا، حد فينك جاره عشان واضح انكم متوحشين بعض. انت عاوزه تضحكي على عبد الجبار يا بنت؟ عبد الجبار رجال بشنبات
بيعملوا حسابه. عاوزة تضحكي عليه؟ اقتلني يا عبد الجبار عشان اخلص منك. في الحلقة الأخيرة من مسلسل جميلة بيتم التحقيق مع هشام بسبب اللي عمله مع جميلة، وبتشهد عليه الممرضة الخاصة بيه، وتقدم هشام للمحاكمة، واترفعت جميلة في المحكمة بعد استقالتها من النيابة، وعرضت مشكلتها أمام القضاء وهي بتبكي وبتطلب حل وسن قوانين جديدة تتوافق مع حالتها. الإعدام، ولو إن المواد اللي في أمر الإحالة ما فيهاش إعدام، والأستاذ الزميل عايز يفترض إن اللي المتهم عمله فيا ده مجرد خطأ مهني، عايز يحول الجناية لجنحة. أنا ما عنديش مشكلة في أي حكم هتاخده هيئة المحكمة. تضمنت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي خروج المصريين مدافعين عن الفسطاط وعلى رأسهم الإمام الشافعي في مواجهة جنود الجروي، وكانوا بيرددوا إحنا الدرع وإحنا السور، يا فسطاط نور على نور. يا فسطاط نور على نور، إحنا الدرع وإحنا السور. الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة شهدت قيام محمد رمضان أو جعفر بضرب شوقي وكارم أمام أهل السيدة علشان يجيب حق أخوه سيد، وكمان كشف محمد رمضان عن حقيقة دلال وقال كل تاريخها الأسود من خطف ابنه والحد قتل بلال شامة. مالك يا أخويا في إيه؟ كل كذبة قولها يا آخر دلال. كذبة إيه؟ كلك على بعضك كذبة، مفيش حاجة واحدة في حياتك صدق. استهدى بالله يا جعفر، هو في ايه؟ تخيل يا صغير تنام على فرشتي شطانه السنين دي كلها وانا ما اعرفش. في الحلقه 30 من مسلسل ضرب نار مهره او ياسمين عبد العزيز جابت ابن جابر الكوماندا علشان يشوفه للمره الاولى، وجابر قال له انت ابني غصب عن الدنيا كلها. ابوك حسن؟ ما عرفش مين ابوك. وانت ابني غصب عن الدنيا كلها، شفتك بعيني قبل ما تبقى في حضني دلوقتي. في الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل سوق الكانتو تم طرد رشاد أو فتحي عبد الوهاب من السوق علشان كده أصيب بحالة نفسية وقعد ينادي على والدته دون رد منها، وتوالت أحداث المسلسل بشراء طه القماش لمحل جده علشان ينفذ وصيته ويعيد الحق لأصحابه. محسن، انت ولا محسن؟ نعم. تعال خدي هنا، تعال. نعم. انا رشاد ابن حسون، هم ساكنه هنا يا ابني، عيل صغير نزيه.